أن حضرة السيد عيسى النصيف عودة حامل الصليب الذهبي الكبير بأمر من قبل حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريماً وتقديراً لتفانيه ودعمه المستمر للقبر المقدس والكنيسة الأرثوذكسية أم الكنائس. وللبيان على ذلك قدمت له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف 30/4/2017 أكسيوس والمبروك.